The ambassador, the Egyptian ambassador, ambassador to Canada, Mr. Ahmad Hafiz. Mr. Ahmad Hafiz already visited us here at the cathedral and he met with the, most of the priests of the area. I want to say something just in Arabic about him. We're so impressed with his nice and pleasant and loving personality. واحد من الاباء الكهنه قال له عاوزينك تيجي تكلم الشباب انت هتكون يعني مثال جيد للشباب بتاعنا. ف فخامة السفير قال طبعا احب اكلم الشباب وبعد ما بفكر شويه قال لا الشباب انا مش هاجي لهم هنا هم يجوا عندي في بيتي في قطوه وانا اعزمهم على الغداء واكلمهم زي ما هم عاوزين. صباح الخير مش عارف الصوت واضح اولا نورتنا وشرفتنا نيافه الحبر الجليل الانبا ارشليدس الاسقف العام لتورنتو ووسط كندا والحقيقه انا بتشرف بوجود نيافتك يعني أصحاب النيافة الأباء الأساقفة والأباء الكهنة جميعا برضو بحييهم اللي منهم ناس كتير زرتهم في خلال الثمان أسابيع اللي أنا يعني جيت فيها كندا لأني لسه مستجد ومع ذلك أنا سعيد أني جيت هنا عشان أكون في استقبال نيافتك وأنا سعيد Sure. Okay. And don't worry, I'll say this in English for whoever don't understand what أولا أنا حبيت بس أقول إنه في إطار الترتيبات الجميلة اللي كانت معمولة لنيافتك ولما أبونا أمونيوس قال لي إن أنا يعني هتشرف بالحضور الحقيقة قررت إن أنا ما أقومش بإعداد كلمة وقررت إن أنا يعني على عكس المراسم الرسميه ان انا اخد حظي واكلم من قلبي فانا اليوم بتكلم من قلبي وبقول يعني مرحبا بك في كندا مرحبا بك في مصر في بيتك في كنيستك في وسط شعبك ومرحبا بك وده الاهم نيافتك مرحبا بك في قلوبنا الحقيقه في متواجدين هنا الشعب كله بعتبره ممثلين لمصر مش انا بس انا واحد جاي من القاهره كسفير لكن الحقيقه بعتبر كل اللي موجودين ممثلين لمصر. واحب اقول لنيافتك ان كل اللي التقيت بيهم في كندا من الكنديين وغيرهم بيشيدوا بشعبك. وبيشيدوا بالمصريين اللي هنا. وبالفعل بيعتبروا كل واحد هنا ممثل لمصر. وبيجسد الشخصيه المصريه على افضل وجه. اما النهارده بنيافتك بوجودك الحقيقه انا بعتبر ان ليكم هنا سفير للشعب. فنيافه الحبر الجليل السفير الانبا ارشليدس. your grace and barshilidis uh, your eminences your graces cardinal archbishop bishops fathers reverends pastors uh, today i was just telling his grace that we are welcoming him not only to canada and not only to the church not only to egypt and i insist we are in egypt at the moment but also we welcome him in our hearts. I was also telling His Grace that as we were uh, undergoing the preparations, I have insisted that I'm not going to actually come with a, an official address or a statement, but rather take my chance and just speak uh, from my heart, just like I'm trying to translate now from my heart. And I was telling His uh, Grace. that we are so happy that he is here with us and that each egyptian sitting here amongst us in this church and in canada represents egypt as a representative of his community of egypt the country that i know and they know and they love so does all of we with his grace so today i say that all of us are, ambassad are ambassadors of egypt and his grace أمبا أرشليدس the general bishop is also the ambassador of Egypt نورتنا نيافتك وإن شاء الله يكون في بيننا كل المحبة فأنت في قلبي وإن شاء الله أكون عند حسن ظنك